مساء الخير. أبارك لمهندساتنا ومهندسينا رد الدعوة المستعجلة التي تم توجيهها للقضاء، وأبارك للوطن عدالة ونزاهة قضائنا. لقد تم اليوم رد الدعوة المستعجلة التي تقدمت بها وزارة الأشغال العامة والإسكان بدعوى إلحاق ضرر جسيم بسبب الإضراب المتقطع الذي أعلناه كنقابة مهندسين لإحقاق حقوق مهندسينا ومهندساتنا في الوظيفة العمومية، وتحديداً ما يتعلق بضريبة بعلاوة ما يتعلق بعلاوة طبيعة المهنة. فكنا قد أعلنا عن برنامج متقطع للإضرابات من أجل الضغط على الحكومة لتنفيذ التفاهمات وتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في العام 2021 والمتعلق بعلاوة طبيعة العمل، والذي تخلفت الحكومة عن تنفيذه منذ بداية هذا العام، ونحن وصلنا الآن إلى شهر حزيران وما زلنا ننتظر تنفيذ القرار والتفاهمات التي تمت العام الماضي. لذلك اضطررنا كنقابة مهندسين وكمدافعين عن حقوق مهندساتنا ومهندسينا، اضطررنا أن نلجأ إلى الإضراب القانوني والشرعي. نحن نعرف أن القرار بقانون رقم 11 لعام 2017 هو يشرع ويتيح الإضراب من أجل تحقيق المطالب كوسيلة نضالية مشروعة، وبالتالي احنا أعلننا جدول إضراب. حتى الآن تم تنفيذ منه يومين. هذا الإضراب كما قلت متقطع، وفوجئنا بعد اليوم الأول من الإضراب برفع دعوة مستعجلة على نقابة المهندسين من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان، وقمنا برد الدعوة. كانت هناك جلسة محكمة أول أمس، وتم تأجيل البت في القرار لغاية اليوم. اليوم توجهنا للمحكمة الساعة 12 كانت الجلسة، وتلا القاضي رئيس المحكمة قراره وأنا سأقرأه عليكم. هذا القرار طبعا يتعلق برد الدعوة المستعجلة التي تم رفعها. المحكمة وبالتدقيق وبعد المداولة وبالإجماع وعملاً بأحكام المادة 21/1 من القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته، والتي نصت على أنه تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم إليها بشأن الدعاوى الداخلة في اختصاصها، بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون به مؤقتاً. إذا رأت المحكمة الإدارية بأن نتائج تنفيذه يتعذر تداركها، ولما لهذه المحكمة من صلاحيات بصفتها محكمة أمور مستعجلة، لابد لها بأن تبين بأن مناط اختصاص المحكمة في مثل هذه الطلبات المستعجلة وفق النص المذكور تتطلب الآتي. يعني هون تفنيد ماذا يتطلب تنفيذ الدعوة التي رفعتها علينا وزارة الأشغال العامة والإسكان. يعني إذا كانت تلحق ضرر عام، مفروض أن تكون المسألة المعروضة أمامها من المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت. أن يكون الطلب المستعجل متعلقاً بدعوى أو طعن يدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية، وأن يؤدي تنفيذ قرار الطعين إلى نتائج لا يمكن تداركها. وبما أنه هذه جميعها لا تتحقق في هذه القضية، لذلك تم رد القضية، وبالتالي نحن مكملون في خطواتنا النضالية حتى تحقيق حقوق مهندسينا في القطاع العام والعسكريين. ومن هنا يعني أنا أشيد بالوقفة الجماعية لمجلس النقابة ولجميع زملائنا المهندسين والمهندسات، سواء في الوظيفة العمومية أو المهندسين في القطاع الخاص أو في البلديات.
الجميع وقف وقفة واحدة، الجميع شارك في الإضراب، وبالتالي مما كان له الأثر الإيجابي أيضا في الأثر الإيجابي في التحشيد وتعبئة مهندسينا. ما أريد أن أوضحه أنه ثبت بالملموس بعد قرار المحكمة أن إضرابنا مشروع وإضرابنا شرعي وقانوني، وبالتالي لا داعي لوقفه لأنه لا يضر بشكل جسيم بالمصلحة العامة. وبحب أنوه هون أن القرار الذي تم استلامه وأصروا أني أستلمه قبل ما أطلع، يعني متأسفة أنا أخرت بجوز الصحافة، كان حتى التأكيد في القرار على نقطتين: أن الإضراب لا يشمل العاملين في القطاع الصحي ومهندسو الطوارئ والإذاعة والتلفزيون، هذا هو الشرط الوحيد الذي وضعته المحكمة. طبعا إحنا ملتزمين فيه، كنا بكل بياناتنا وبكل إعلاناتنا إحنا قلنا إحنا ملتزمين بالقرار بقانون رقم 11 لعام 2017، وبالتالي إحنا كنا ملتزمين بهذه النقطة، ولولا أننا ملتزمون بهذه النقطة لما كان قرار المحكمة في صالح استمرار الإضراب، وحيث أن القانون يضمن ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية. وبهذا نعلن للجميع، لمهندساتنا ومهندسينا، للحكومة، للوزارات، أننا مستمرون بفعالياتنا التصعيدية. فعالياتنا هي متقطعة ولكنها تصعيدية، نأمل أن يتم التجاوب حتى لا نصل إلى الإضراب المفتوح. هذا يعني أننا خلال هذا الشهر سنقوم بجملة من الفعاليات. هذه الفعاليات هدفها الضغط على الحكومة لتلبية طلباتنا، وبالتأكيد إحنا رح نكون كمجلس نقابة، كغرفة عمليات، باستمرار نتدارس الوضع ونقرر ما هو شكل الفعاليات التي سنقوم بها من أجل ضغط أكبر. بحب مرة تانية أنا أشكر القضاء العادل، القضاء النزيه الذي أنصفنا والذي أكد على حقنا في ممارسة حقنا في الإضراب المشروع. وبحب أطمئن زملائي المهندسات والمهندسين في الوظيفة العمومية أن الإضراب يشملهم جميعاً، أي لأنه وردت أسئلة كثيرة بهذا الخصوص، أي مهندس أو مهندسة هو موظف على قانون الخدمة المدنية هو مشمول بهذا الإضراب ومحمي بالقانون. لذلك أو قلبكم وشاركوا وما تخافوش، تتعرضوش للضغوطات. إذا تم هناك أي ضغوطات على المهندسين من مدراءهم، من مدراء عامين، من وكلاء، من وزراء، أرجو إبلاغنا إحنا في النقابة، لأنه هذا يصبح غير قانوني. الضغط على المهندسين في الوظيفة العمومية للدوام أو الضغط على عليهم لوقف الإضراب هذا غير قانوني. إضرابنا شرعي، إضرابنا قانوني، استمروا. أي حد فيكم هو على قانون موظف على قانون الخدمة المدنية، سواء كان مثبت أو غير مثبت، يشمله هذا القرار. طبعا هذا بيعني انه ما بيشمل الموظفين على عقود. انا حبيت اوضح هاي النقطه لانه هناك تساؤلات كثيره تردنا من مهندسينا بهذا الخصوص. يعني بحب اشكركم كليتكم على تواجدكم ونقلكم لهذا الحدث السعيد. وبحب أؤكد أنه دائما صاحب الحق إذا ما طالب بحقه بطريقة منهجية وقانونية لابد أن يحصل عليه، إذا كانت البيئة مساندة وكانت قانونية. فإحنا يعني ما حصل اليوم هو أولا إثبات أنه القضاء عندنا ما زال بخير،
ثانيا إثبات أنه اللي معه الحق إذا عمل على المطالبة به بالطريقة الصحيحة فهو بالتأكيد سيحقق. بحب أنا بس أنوه في الأخير أنه القضية لم تنتهي، ما القرار تبع اليوم هو وقف الطلب المستعجل فقط، وقف الطلب المستعجل، ولكن القضية الأصلية اللي هي وقف الإضراب وإنهائه لا تزال منظورة بالمحكمة، ولكن نحن بتنا متأكدين من عدالة القضاء. شكرا لكم.